السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في البرنامج ديالنا اللي تناقش مواضيع الساعة، واليوم موضوع الساعة وهو غلاء الأسعار. وبطبيعة الحال كنستضيفوا واحد الضيف اللي باين من الشخير ديالو، طبيعة الحال برلماني من العيار الثقيل، الحسن المنشار. مرحبا بك أستاذ. سيد الرئيس، محترمين النواب، اسمح لي، جاتني عيني كيسحب لي راسي في القبه. ياك. حلمت واحد الخلمه خايبه الله يستر. ياك لاباس. وهتا راه حلمت بحال الزيت ولا بالفرنك. خير وسلام، خير وسلام، خير وسلام. اسمح لي. ما كاين حتى مشكل. استاذ مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا من اللي شناك. انا راه فرحان. احنا اللي فرحانين، خمس سنين عاد كنشوفكم. استاذ. زار غيبان تزداد حبان. تزداد حبان. ياك ابانا. استاذي الجميل. بغينا نعرفوا شنو السبب ديال هذا الارتفاع المهول ديال الاسعار. ارتفاع سبب علاش؟ اش نقولك، والله ما عرفنا السبب علاش. كيفاش؟ وقالوا لينا هادشي سبب الحرب. انا الدرس ديال الزياده ما حضرتش فيه. ما حضرتيش ليه؟ وقيل الحرب ديال اوكرانيا وروسيا، مو ما كنتش حضرت لهذوك الدروس ديال. ولكن اللي معروف استاذي انه جميع المسؤولين في العالم كامل ملي تتكون شي ازمه تتخرج هذيك الحكومه تدوي مع الناس في العالم. في العالم. وكاين استاذ راه ما قلتيش اش من عالم، واش الاول ولا الثاني ولا الثالث، حيت حنا في هذا الشيء ديال العالم الثالث ما عندناش قوه الخروج والدخول الخطابي. ما كنخرجوش من وانت استاذ انت كيفاش تعاملتي كشخص مغربي مع هاد غلاء الاسعار؟ ملي تتلقى الزيت زادت فيه 8 درهم ولا 19 درهم، هادي تزادت فيها 25 درهم، انت كيفاش تعاملتي كشخص مغربي مع هادشي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله، انت كي تعاملتي مع هاد الوضع؟ والكذوب على الله حرام. انا تندخل الفيلا ديالي تلقى القفوف محطوطين تما، تنسول الخدامة شكون جابت شي، تيقول لي المحسيني. ما هياش السير منشار، انتوما كحكومه كيفاش تعاملتوا مع هذا الوضع هذا؟ كما كنشوفوا بان كاين حملات في الفيسبوك، كاين لي هاشتاغ، يعني انتوما كحكومه شنو درتوا؟ اويلي اويلي، والله سيدي هاد الفيديوهات ديال هادشي اللي نايض دابا وتنموتوا عليهم عاود الضحك في القبه البرنامج. وعلاش كضحكوا؟ واحد هادشي كامل الدباب الالكتروني هو اللي داير داكشي، كل شيء حسابات وهمية فوقهم. ولكن راه الناس بصح كنشوفهم غيال، يعني تيخرجوا في احتجاجات لغلاء الاسعار. مظاهرات. اويلي اويلي، والله سيدي لا داكشي على فوتوشوب، والله ما كاين عام منطج ولوح. اي استاذ لحد الان حنا بخير ويعني ورولاكس. والله سيدي لا بخير. الناس تتقول لك هادي راه تزاد فيها بزاف، هذا تزاد بزاف، وهذا تزاد بزاف، والصالير هو يعني راه كاين مشكل يعني. واشريف تتصنت ليا تسمع الهضره ديال المعقول. دابا سيدي المغرب من شحال هادي هو باغي يقضي على الفقر. مرحبا. والحزب ديالنا سيدي وما قضى والو، الحزب ديالنا جاب واحد المنهجيه جديده. اما هي هاد المنهجيه؟ هو غنقضيو على الفقراء من الجدر. علاش؟ باش نحيدوا الفقر والفقراء ضربه وحده. اوكي جات كان ما هياش وجمع. حضرت هذا الدرس هذا في البرلمان، جبت فيه 10 على 90. سي حسن المنشار. اي رقدتي شويه؟ لا ما رقدتي شويه. تمن العيا. ياك. سي حسن المنشار، الناس يتسائلوا واش ملي غتسالي هذه الحرب هذه؟ لا ما كرهناهاش تزيد واحد الشهر ولا شهرين. علاش؟ واحد بابي جينيك باقي ما زدناش فيه هو الملح. ياك. واش ملي غتسالي هذه الحرب هذه ان شاء الله، الله يكملها على خير، واش الاسعار اللي ارتفعت دابا حاليا واش غادي ترجع للاثمنه ديالها ولا غتبقى فيكس؟ واحد السؤال نسولك الله يرضي عليك. انا اللي كنسول هنا. ياك. نسولك انا. سول. شحال عندك من عام؟ 34 عام. وتقدر ترجع ل 19 عام؟ لا.
هو سيدي راه كذلك ومثال الحزب ديالنا عندو المشاريع خاسر اللي تزادت ما تترجعش. بنادم هو اللي ميبقاش عايش كي انسان يشوف النظره ديال المستقبل. هاد الاستراتيجيه اللي غادم بها نتوما تتعميو البنادم الحاضر والمستقبل. كلمه اللي غتقول للناس حيت غنساليو الحلقه. اي مرحبا. هذا ميساج اداء النجاح. الحزب ديالنا سيدي فيكس ميكس بيكس ايكس قبض البرلمان ومنين تدخلوا ومنين تخرجوا وحر بش واحد يحرك. وبلاتي تلقى النائبه قلت نهار. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه الحلقه والرساله واضحه من عند السي المنشار اللي طالع واكل نازل واكل وهو القضاء على الفقر. فاي واحد تيعرف شي واحد فقير فيتسامح معاه حيت المنهجيه اللي تينهجوها هاد الناس وهو تبقى الطبقه الارستقراطيه وداعا يا حياتي.